السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي منصة اسمها جريت ليرنينج، في كمية كورسات قوية جدا. لو قلت له براوز كورسز هتلاقي كورسات كتيرة تقدر تختار منها في مجالات متعددة، في حاجات في الديزاين ثينكينج، في الاي تي سوفت وير، في المانجمنت، في الديتيل ماركتينج. بعد ما تختار الكورس تبدأ ان انت تسمع عن المحاضرات، وبعد كده بيديك اسئلة عشان يتأكد مدى فهمك للكورس، مش مجرد ان انت مشغل فيديو خلاص. وبعد كده اول ما تجاوب صح يبدا يديك شهاده زي ديت. الشهاده دي تقدر تعمل لها شير على لينكد ان، تقدر تسيفها عندك، تقدر تضيفها للسيره الذاتيه بتاعتك. ودي بتبقى مهمه ان الناس تبقى عارفه ان انت بتعمل ابديت لنفسك، ان انت كل شويه بتذاكر حاجات جديده، بتطور نفسك، وهو مش واقف عند الكليه، فبتبقى حاجه حلوه في السي في بتاعك. ولو جيت هنا ممكن تيجي هنا تشوف الكورسات بتاعتك اللي انت مشارك فيها، تمام، وممكن تيجي هنا تقول له انا عايز اشوف الشهادات بتاعتك، ويجيب لك شهادات للكورسات اللي خلصت. اغلب الكورسات لا شهادات، لكن ممكن يكون في كورس ما فيهوش شهاده وبالتالي مش هيكون في امتحان، لان يعني الامتحان بيقيس هل انت تستحق الشهاده ولا لا.